إذن لدي الأمثلة التالي، هذه الأمثلة سوف نحلها أو سوف نثبت التعامد باستخدام المبرهنات والمعايير التي تتعلق بالتعامد في الفراغ. لدي المثال الأول، إذن أمثلة وتمارين حول التعامد في الفراغ. مثال واحد، يقول المثال الأول: ليكن لدي المستقيم SA، ليكن المستقيم SA عمودي على المستوى P. لدي المستقيم SA عمودي على المستوى B، كما هو موضح لدي من خلال هذا الشكل. SA عمودي على المستوى P الملون باللون الأحمر، وليكن دلتا مستقيم محتوى في المستوى P ولا يمر من النقطة A. انظر المستقيم دلتا من ضمن المستوى P بشرط أنه ما يمر من A، ولتكن K هي المسقط القائم للنقطة A على المستقيم دلتا. يعني أنا نزلت عمود من النقطة A على دلتا، فقطع دلتا في النقطة K. برهن أن المستقيم دلتا عمودي على المستوى الأزرق SAK. إذن طلاب، لدي المستقيم SA كما هو موضح لدي بالشكل عمودي على المستوى P. هذا المستقيم SA يعامد المستوى P، ولدي دلتا مستقيم محتوى في B ولا يمر من النقطة A، وبفرض أنه K هي المسقط القائم للنقطة A على دلتا. يعني أنت نزلت عمود من النقطة A على دلتا. برهن أن المستقيم دلتا عمودي على المستقيم الأزرق SAK. الحل، لو سألتكم سؤال طلاب: كيف أثبت أن مستقيم يعامد مستوى؟ مساعدي في الإجابة قلت أنا أحسنت، زميلنا بيقول حسب المبرهنة السابعة. كيف يعني؟ ماذا يقصد زميلنا؟ تقصد بذلك المبرهنة 8 أنت. حتى يكون مستقيم عمودي على مستوى، شو لازم يكون؟ عمودي على مستقيمين متقاطعين. هيك كانت بتقول لي المبرهنة 8. معناته أنا علي أني أبحث عن مستقيمين متقاطعين من المستوى الأزرق SAK بحيث يكون دلتا عمودي على كل منهما. إذن فكرة الحل لنبرهن أن المستقيم دلتا عمودي على مستقيمين متقاطعين يحويهما المستوى SK. من الواضح طلاب أن دلتا يعامد AK. لدينا دلتا يعامد AK. لماذا دلتا يعامد AK؟ لأن K هي المسقط القائم للنقطة A على دلتا. معناته هذا أول مستقيم. ومن الواضح أن دلتا يعامد SA أو AS. لماذا؟ لأن AS عمودي على P، فهو عمودي على أي مستقيم محتوى في B. معناته بيصير عندك دلتا عمودي على AK وعمودي على AS، صار عمودي على المستقيمين المتقاطعين AK و AS، فهو عمودي على المستوى المحدد بهما، فهو عمودي على المستوى SAK وهو المطلوب. فنقول لدينا دلتا يعامد AK. لماذا؟ لأن K هي المسقط القائم للنقطة A على دلتا. دلتا يعامد AK لأن K هي المسقط القائم للنقطة A على دلتا، ولدينا دلتا يعامد SA لأن المستقيم SA عمودي على المستوى P، فهو عمودي على دلتا، يعني على أي مستقيم محتوى فيه. هاي من المبرهنة السابعة. الآن أصبح دلتا عمودي على مستقيمين متقاطعين، معناته بحسب المبرهن الثامن اللي متوها ذكرتها من شوي، نجد أن المستقيم دلتا عمودي على المستوى SAK. طلاب، لإثبات
أن مستقيم عمودي على مستويه، يجب أن نثبت أن هذا المستقيم عمودي على مستقيمين متقاطعين يحويهما ذلك المستوى. أيضا طلابنا لدينا مثال ثاني من أجل التعامد في الفراغ. أقول ليكن لدي المثال الثاني، يقول المثال الثاني: إذا كان لدي A B C D F G H مكعب موضح بهذا الشكل A B C D E F G H، أثبت أن E G المستقيم E G، راح أعلمه بالقلم الأزرق، أثبت أن المستقيم E G عمودي على المستوى D B F H. A B C D E F G H مكعب موضح بهذه الرسمة، ولدي المستوى دي بي اف اتش، هذا المستوى الموجود من جوا ملون باللون الازرق. مطلوب منك تثبت انه اي جي عمودي على المستوى دي بي اف اتش. لو سالتكم سؤال طلابنا ما هي فكره الحال، يجب ان نثبت ان اي جي عمودي على، امتى بيكون مستقيم عمودي على مستوى؟ اذا كان، أريد الجواب، كان المستقيمين متقاطعين. إذا كان، أحسنت، عمودي على مستقيمين متقاطعين، معناته أنا لازم أبحث عن مستقيمين متقاطعين يحويهما المستوى دي بي اف اش، بحيث يكون الاي جي عمودي عليهم. أقول لنبرهن أن المستقيم اي جي عمودي على مستقيمين متقاطعين يحويهما المستوى دي بي اف اش. لدينا أنا وياكم إي جي، ألا يعامد إف إش؟ أنت عندك مكعب، كل وجه من وجوهه هو مربع، والدي والإي جي والإف إش قطرين، وقطري المربع متعامدين، إذا لأن قطري المربع متعامدين كما ترون جميعا. أريد مستقيم آخر الإي جي عامده، مين برأيكم طلاب؟ إي جي بدي مستقيم ثاني من المستوى دي بي اف اش بحيث يكون الإي جي عامده، مين عنده فكرة؟ اتش دي. ممتاز، أحسنت. لماذا؟ لأن المستقيم دي اش عمودي على المستوى اف جي اش، فهو عمودي على أي مستقيم محتوى فيه، هذا بحسب المبرهن السابعة. دي اش عمودي على المستوى اي اف جي اتش، هذا بحسب تعريف المكعب. إذا اي جي مثل ما بيقول زميلنا يعامد دي اش. ليش؟ لأن دي اش يعامد المستوى اي اف جي سي، اي اف جي اش، اي اف جي اش، فهو عمودي على اي مستقيم فيه، معناته الدي اش عمودي على الاي جي. انا قلت اي جي يعامد الدي اش، اذا هالكلام هذا لاحظ، لدينا اي جي يعامد اف اش مثل ما قالنا زميلنا، لان قطري المربع متعامدين، هذا اول مستقيم، والمستقيم الثاني لدي جي اي او اي جي يعامد الدي اش، لان المستقيم دي اش عمودي على المستوى E F G C، فهو عمودي على أي مستقيم محتوى فيه، معناته صار عند ال E G عمودي على D H وعمودي على F H، فهو عمودي على مستقيمين متقاطعين من المستوى D B F H، فبحسب المبرهن التام يكون E G عمودي على المستوى D B F H، وهو المطلوب. حسب المبرهن الثاني نجد أن المستقيم إي جي عمودي على المستوى دي بي إف إش. واضح طلاب؟ هذا طلابنا ما يتعلق بالأمثلة في مسائل التعامد في الفراغ.